من بين المشاريع المناخية التي أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان برنامج إقليمي لاستمطار السحب. الاستمطار الصناعي مشاهدينا برنامج فريد من نوعه، تريد السعودية تنفيذه هذا العام لزيادة نسبة هطول الأمطار. تلك النسبة من الأمطار يتوقع أن تتراوح بين 5 إلى 20%، وبالتالي الحصول على مصادر مياه متجددة ونظيفة، لا سيما في ظل استنزاف مخزون المياه الجوفية. الدراسات العلمية أثبتت حتى الآن أن عمليات الاستمطار هي أقل تكلفة من عمليات تحلية المياه بنحو 60 ضعفا. ولكن كيف تعمل تقنية الاستمطار التي تزيد كميات الهطول المطري؟ تقوم طائرات خاصة مشاهدين بالتحليق فوق سحب عادة ما تكون غير ممطرة أو فيها كميات قليلة من المياه. تلك الطائرات تقوم برش مواد كيميائية على هذه السحب، وهي مواد ليست لها أضرار على البيئة، أبرز هذه المواد كلوريد الصوديوم، يوديد البوتاسيوم، ويوديد الفضة، وأكسيد الكربون الصلب أو الثلج الجاف. تلك المواد تساعد هذه السحب شبه الجافة وتحفزها، مما يساعد على تسريع هطول الأمطار منها. بمعنى أن عملية الاستمطار لا تعمل على تكوين السحب، ولكنها تعمل على تنمية مكوناتها وبالتالي زيادة قابليتها للهطول. وتخضع عملية الاستمطار الصناعي لضوابط علمية ترتكز على إجراء محاولات إسقاط الأمطار من سحب معينة فوق مناطق محددة مسبقاً وفق خطة علمية مدروسة. برنامج الاستمطار الصناعي مشاهدينا سيبدأ في المناطق الجنوبية الغربية، خصوصاً في منطقة عسير في السعودية بسبب وجود سحب كثيرة في هذه المنطقة، وتساعد عملية الاستمطار على تحسين الأحوال الجوية وخفض درجات الحرارة وزيادة مساحة المسطحات الخضراء ومكافحة التصحر وتنويع مصادر المياه.